بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لا للكبرياء، كتاب عصر القلق. قرأت قصة طريفة للعالم والفنان والأديب الإيطالي ليوناردو دافنشي عن المياه التي أرادت في يوم ما أن تتقبض وترتفع إلى فوق ولا تنزل إلى الأرض مرة ثانية. أما القصة فتحكي أن المياه أرادت يوما أن تتخلص من وجودها في البحر وتصعد إلى السماء، فماذا فعلت؟ استخدمت حيلة ماكرة، فقد توددت إلى عنصر النار حتى تساعدها على ذلك، فقد وافقت النار وساعدتها فأصبحت بفضل حرارة النار أكثر خفة من الهواء وتحولت إلى بخار، سرعان ما ارتفع إلى السماء عاليا حتى طبقات الهواء الأكثر برودة. لكن النار لم تستطع مساعدة المياه أكثر من ذلك، فأصبحت قطرات الماء أكثر ثقلا من الهواء. ثم بعد وقت ليس بكثير سقطت إلى أسفل في صورة مطر، بل إنها لم تسقط وإنما اندفعت هاوية إلى الأرض. لقد صعدت إلى فوق وهي مليئة بالفخر والاعتزاز، ولكنها في النهاية عادت إلى أصلها دون أن ترغب، وقد امتصتها الأرض الجافة وظلت وقتا كبيرا حبيسة في الأرض. إذن يجب ألا يتعالى أصحاب المراكب على من هم أقل منهم ويخضعون لسلطتهم، ولا ينظروا إلى غيرهم ممن تفوقوا عليهم بمركز أو شهادة أو ثروة، كأنهم من سلالة تختلف عن سلالتهم. فكما يقول معلمنا داود النبي في المزمور 49:2: عال ودون، أغنياء وفقراء سواء.